نجح أطباء في العاصمة المؤقتة عدن في إجراء جراحة رائدة بالقسطرة التشخيصية والعلاجية وزرع الدعامات القلبية، منقذين عشرات من المواطنين كانت حالتهم على درجة عالية من الخطورة، ومحققين نجاحا بارزا يكرس في تسخير التكنولوجيات والتقنيات الطبية للارتقاء بالقطاع الصحي الخاص، فيما ظل القطاع الصحي الحكومي بالبلاد طريح الفراش وسط هجرة الأطباء والكفاءات وانتشار الفساد وانعدام التطور والإهمال والأخطاء الطبية المتوالية. استقبلنا العديد من الحالات، تقريبا اشتغلنا إلى الآن في خلال الأربع سنوات ما يقارب 6000 عملية أجريناها في قسم القسطرة، منها تقريبا حوالي ما يقارب 1500 قسطرة قلبية علاجية، وحوالي 350 قسطرة قلبية إسعافية اللي تسمى برايمري بي سي آي. الحمد لله، العمل في القسم، في قسم القلب وفي القسطرة، في تزايد وفي تقدم، وكل يوم وكل شهر ونحن يعني العمل يتحسن أحسن وأحسن. اجتمع أكثر من 600 أخصائي بجراحة أمراض القلب من مختلف المحافظات اليمنية من أطباء القلب والباطنية والأطفال وأطباء الدراسات العليا، بمشاركة عدد من أساتذة القلب من جمهورية مصر العربية الشقيقة، ضمن فعاليات المؤتمر العلمي السنوي الثالث للتدخلات القلبية الذي نظمته جمعية أطباء القلب في عدن. ناقشت فيه 30 ورقة علمية تناولت مواضيع مختلفة تتعلق في مجال الشبكات والعمليات القلبية والقسطرة، بالإضافة إلى زراعة الصمامات وآخر المستجدات. طبعا الوقاية من أمراض القلب باتباع اللي هو إرشادات التعليمات من الأطباء أيضا المختصين في هذا الجانب، الابتعاد عن العوامل المسببة أو عوامل الخطورة، وهذا مثلا التدخين الكثير وتعاطي القات، وأيضا لابد من الرياضة، ممارسة الرياضة، فهذه أمور كثيرة جدا بتساعد بتخفيف من حدة أمراض الضغط، ارتفاع ضغط الدم، وأيضا الإصابة بأمراض شرايين القلب، وكل هذا ممكن يؤدي إلى إنقاص نسبة الوفيات في هذا الجانب. ورش تدريب حية ومباشرة، بالإضافة إلى معرض دوائي ضم عددا من الشركات اليمنية والعربية والعالمية في تقديم أحدث المستحضرات الدوائية والتجهيزات الطبية في مجال جراحة وأمراض القلب، كانت أبرز محتواه المؤتمر. وهذا المعرض الدوائي تعرض فيه الشركات الأدوية أهم نشاطاتها العلمية وأهم أبحاثها الحديثة ومنتجاتها فيما يخدم الشعب والمصلحة العامة. طبعا الشركة اليمنية المصرية مصنع محلي بيصنع أدوية حافظة للحياة، نسميها احنا الأدوية الحافظة للحياة، اللي هي أدوية القلب وأدوية الضغط وأدوية السكر، والآن قبل سنة افتتحنا مصنع الأنبول. المؤتمر حقق قفزة نوعية وإنجازات عملية ملموسة في تشخيص أمراض القلب ومعالجتها جراحيا، داعين الجهات المعنية إلى دعم وتطوير اختصاصات القلب في جميع مستشفيات المحافظة بالقطاعين الحكومي والخاص. اليوم هو عرس أكاديمي نشكر